انا هطرح عليكم سؤال كده والسوشيال ميديا وناس تشارك معانا في السؤال. هو مباراه الاهلي والزمالك ديربي ولا كلاسيكو؟ معنى كلمه ديربي هو الديربي اللي ما بين الناديين اللي في المدينه الواحده. هل هنعتبر القاهره والجيزه واحد ولا القاهره محافظه والجيزه محافظه؟ فهل يبقى ديربي ولا كلاسيكو؟ لان مباراه كبيره وقديمه ومن اهم واكبر واقدم من مباريات الكره المصريه، فيطلق عليها الكلاسيكو ولا الديربي. يعني شاركوا معانا طبعا بالتاكيد في هذا او في هذه المعلومه من خلال بقى السؤال اللي طرحناه النهارده. كمان لو عايزين تجاوبوا على هذه الجزئيه، قمه الاهلي والزمالك ديربي ولا كلاسيكو؟ اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف الترند المحلي وباقي فقرات برنامج الترند.